وهي أيام ذكر لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس وغيره: الأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة، فهي أيام ذكر لله تبارك وتعالى. ولهذا يشرع فيها التكبير المطلق غير المقيد بوقت، يكبر الإنسان ويكثر فيها من التكبير بالصيغة المأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يكرر هذا التكبير في هذه الأيام، ويبدأ التكبير المطلق من أول يوم من أيام شهر ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق الثلاثة. تكبير المطلق وقته من أوائل أو من أول يوم من شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق الثلاثة. أما التكبير المقيد الذي يقيد بأدبار الصلوات فهذا في يوم العيد وأيام التشريق، يبدأ من صبيحة يوم العيد يوم النحر وينتهي في صلاة العصر من اليوم الثالث من أيام التشريق. يشرع للمسلمين رجالا ونساء أن يكبروا تكبيرا مقيدا أدبار الصلوات، الرجل يرفع صوته بتكبيراته، والمرأة تكبر في بيتها وفي مقرها وفي منزلها بصوت خافت. فهذه أيام ذكر لله عز وجل وانشغال بطاعته، وهي موسم عظيم من مواسم الخيرات ومن مواسم التجارة الرابحة، تجارة الآخرة،